السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير. هلا يا عبد الله. يا مرحبا والله يا سلطان. شو امورك يا عبد الله؟ ابشرك بخير الحمد لله. شو اللي حصل يا عبد الله؟ من ناحية؟ ناحية الطفاية. استخدمت الطفاية. ايش؟ كنا الشباب يطبخون في المطبخ. جبت الطفاية. يعني انت تشوف مو بخطأ يعني؟ لا خطأ. وانا ما توقعت انها. وش الخطأ اللي سويته انت؟ اني استخدمت الطفاية. شلون استخدمتها؟ ليش استخدمتها؟ شليتها. ليش استخدمتها؟ تقدر تقول شليتها والله العظيم ما توقعت اني ببخ. يوم بخيت ووقعت قلت خلاص خربان. شليتها ما توقعت انك تبخ. ما قلت اني ما راح اضغط. وعلى اساس في مسمار. ليش شايلها؟ على اساس في مسمار. هذا المنع حق اليمنى. جلّ من لا يخطئ. ملاك يا عبد الله لو صار في شيء. هو كان في طبخة. هو كان في طبخة أصلاً. تكلم عن المادة السامة اللي في الطفاية اللي انت بخيتها على زملائك وفيها خطر على صحتهم وانت قدوة قدام الناس ونقول يا ناس ترى هذا لقدوتنا وهذا المتسابقين اللي صدرناهم على الشاشات تسوي هالحركة هذه توني أدري فيها مادة سامة من كذا الحين والله وش اللي فيها؟ أكسجين؟ بودرة البودرة هذه وش هي؟ أغني معل شباب المقطع عندكم جاهز؟ ترى الصوت سبيكر برا عادي بس الله ايش؟ سبيكر ايش؟ الصوت سبيكر برا عادي كيف؟ ما تسمعني أنت؟ إلا طيب تمام عموما اسمعني يا عبد الله المقطع أنا ما راح حتى نعرضه عشان احتراما للناس ما ودي نكرر الخطأ اللي أنت سويته هو خطأ يا أبو سلطان بس إن شاء الله إنها ما هو بالخطأ اللي مبالغ فيه أنت شوفها خطأ بسيط يعني مو بسيط ولا هو بقوي استخدمت طفاية في منتجع وشفتها و مثل ما تقول أبغى أدري اللي ودك أنت أنت شو تشوف أبشر بعلمك إن شاء الله وش أشوف أنا رح ندلي بهاج بهاج؟ إيه أبشر موجود بهاج ولا لا؟ لا موجود